عن تواجدي هنا في سيدي إفني. ما شاء الله مدينة جميلة وجمهور جميل جدا، وأظن أنتم شفتوا التجاوب اللي كان اليوم مع جمهور سيدي إفني. وأولا أنا من معجبين بهذه المنطقة، بالأخص أنني زرت بعض السواحل، كانت جميلة جدا جدا. وشكرا لحضوركم، يعني صحافة باش تجي لهذه المنطقة، هذا الشيء إحنا كيفرحنا كفنانين وكمغاربة. لا سؤال على هذه المسائل، تكلموا لي على الفن، تكلموا لي على المهرجان فقط، الله يخليكم. قريبا ان شاء الله، انا كان عندي انتاج مغربي وعندي انتاج جزائري، وان شاء الله من بعد الظروف ديال الحمل والولاده ان شاء الله غادي نقوم بالتسجيل ان شاء الله بحول الله. نزوق فيك غير شوبات برد.